متابعي القرار 24، اهلا وسهلا بحضراتكم في مدينه جده عروس البحر الاحمر. نحن الان في تغطيه ما قبل اجواء حفله الفنانه شيرين عبد الوهاب بمدينه جده، ومعنا بعض الحاضرين للفنانه شيرين عبد الوهاب. نستاذنك نتعرف عليك. معك محمد باشماخ. منين يا استاذ محمد؟ من جده. حابب النهارده تسمع اغنيه ايه النهارده لشيرين؟ على بالي. على بالي. على بالي. طيب في الايام اللي جايه حابب تشوف مين المطربين المصريين؟ المصريين ممكن محمد رمضان. محمد رمضان؟ اي نعم. ومالكش في الكلاسيك القديم شويه؟ ممكن عمرو دياب. عمرو دياب. كلاسيك عمرو دياب. ايهاب توفيق. طيب مدحت صالح. لا انا حدي عمرو دياب. لا القديم لا ما حدي عمرو دياب تقريبا. طيب استاذنك تدي المايك لزميلك. تعرف عليك؟ عمر باشماخ. عمر ايه؟ باشماخ. منين يا استاذ عمر؟ من جده. من جده. اهلا بيك. حابب تسمع النهارده اغنيه ايه لشيرين؟ مشاعر. مشاعر. ايه. جميل جدا. بس مشاعر يعني مشاعر خصمت النوم. جميل. حابب تشوف مطربين مصريين تاني مين الايام اللي جايه؟ ممكن حمائي. حمائي. ايه. تحب حمائي؟ طبعا. طيب شكرا استاذ عمر. تعرف عليك. مياس باشماخ. ايه؟ مياس باشماخ. مياس ما شاء الله اسمك جميل. شكرا. من جده برضه مياس؟ ايوه من جده. حابب تسمع النهارده اغنيه ايه شيرين؟ كلها غيرانه. كلها غيرانه ما شاء الله. طيب حابب تشوف مين المطربين المصريين الفتره اللي جايه؟ عمر. من جده. من جده. اهلا بيك. حابب تسمع النهارده اغنيه ايه شيرين؟ مشاعر. مشاعر. ايه. جميل جدا. بس مشاعر يعني مشاعر خصمت النوم. جميل. حابب تشوف مطربين مصريين تاني مين الايام اللي جايه؟ ممكن حمائي. حمائي. ايه. تحب حمائي؟ طبعا. طيب شكرا استاذ عمر. تعرف عليك. مياس باشماخ. ايه؟ مياس باشماخ. مياس ما شاء الله اسمك جميل. شكرا. من جده برضه مياس؟ ايوه من جده. حابب تسمع النهارده اغنيه ايه شيرين؟ كلها غيرانه. كلها غيرانه ما شاء الله. طيب حابب تشوف مين المطربين المصريين الفتره اللي جايه؟ تامر حسني. تامر حسني. ما هو جه قبل كده تامر حسني. لا ما حضرتوش. ما سمعتش منه؟ ما حضرتوش قبل كده؟ لا. طب حضرت مين قبل كده؟ طيب فنانين هنا قبل كده؟ ما هذه اول مره احضر. اول مره تحضر؟ ايوه. والله ماشي بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. تعرف عليك. احمد جمعه. من جده برضو؟ لا من الدمام. وجاي من الدمام مخصوص؟ مخصوص لشيرين. والله. أيوة. عشان خاطر شيرين. تشرفنا بيك يا استاذ احمد. حابب تسمع النهارده اغاني ايه لشيرين النهارده؟ كله. كله؟ كله. ما شاء الله عليك. طيب يا استاذ احمد حابب تشوف مين المطربين الفتره اللي جايه؟ بس شيرين. بس شيرين؟ بس شيرين. للدرجه دي؟ للدرجه. صوت مصر؟ صوت مصر الاول. حبيبي تسلم. طيب في سؤال يا استاذ احمد بعد اذنك. الاسبوعين اللي فاتوا بعض من الشباب العربي يعني لبسوا لبس يشبه الخارج في الغرب، شباب الغرب اللي هو اللبس الشفاف وبعض الحلقان والكلام من ده. حابب تقول لهم ايه؟ هل هي موضه ولا المفروض المطرب يكون قدوه للشاب العربي؟ طبعا المطرب لازم يكون قدوه. لازم يكون قدوه. بس شيرين. بس شيرين. بس شيرين. للدرجه دي؟ للدرجه. صوت مصر. صوت مصر الاول. حبيبي تسلم. طيب في سؤال يا استاذ احمد بعد اذنك. الاسبوعين اللي فاتوا بعض من الشباب العربي يعني لبسوا لبس يشبه الخارج في الغرب، شباب الغرب اللي هو اللبس الشفاف وبعض الحلقان والكلام من ده. حابب تقول لهم ايه؟ هل هي موضه ولا المفروض المطرب يكون قدوه للشاب العربي؟ طبعا المطرب لازم يكون قدوه. لازم يكون قدوه. نعم. طيب تمام. شكرا استاذ احمد. شكرا. طب انت ايه رايك يا استاذ احمد في الموضوع ده؟ المطرب لازم يكون قدوه ولا هي موضه لازم الشاب العربي يتبعه؟ لا لازم يكون قدوه، انه في اطفال يشوفوه شباب ممكن يتبعوه على الخطا اللي هو سوى خطا. لازم يكون قدوه لهم يسوي الشيء الصح. هو بالفعل حصل فيه رد فعل قوي جدا من السوشيال ميديا على الظاهره اللي حصلت الاسبوع اللي فات. فهو على ما اعتقد بعض الفنانين هيراجعوا نفسهم في هذه الظاهره. هي لازم يفكر اكثر من مره على الموضوع، خصوصا اللبس، الطريقه، التوضيع. يعني كل حركه تفرق معهم، خصوصا مع الاطفال تفرق معهم الحركات، تفرق معهم الاشياء، حتى قصه الشعر، الطرق، المشي، كله يفرق معهم. انت شايف انه لازم يكون قدوه يحتذى به؟ صحيح لازم يكون قدوه، قدوه كويسه لازم يكون معهم. هي ظاهره سلبيه. اي نعم. صح؟ اي. طيب اشكرك استاذ احمد. بالتوفيق ان شاء الله. متابعي القرار 24 ان شاء الله معكم في كل جديد في تخطيط هذا الحفل، وسوف نوافيكم لحظه بلحظه على موقع القرار 24. انتظرونا. فوزي بدوي. السلام عليكم.